في 1338 وقعت معركة أراد منها البريطانيون الثأر، لكنهم تجرعوا ويلات الهزيمة، معركة اليامون. بعد نجاح الشيخ عطية عوض في الإغارة على مراكز الجيش البريطاني في جنين والاستيلاء على كل ما فيها من سلاح، وصلت معلومات عن تواجد الثوار في بلدة اليامون غربية جنين. على إثر ذلك جهزت بريطانيا قوة ضخمة تتكون من 3000 جندي، 1000 من عناصر البوليس، 13 طائرة حربية. اختارت بريطانيا وقت المعركة بالتزامن مع صلاة الجمعة لمباغتة الثوار وإبادتهم، لكن المفاجأة كانت بالاستعداد التام من الثورة وسيطرتها على رؤوس الجبال من بلدة كفردان إلى اليامون. دارت معركة غير متكافئة بمشاركة 300 ثائر تحت قيادة الشيخ عوض والشيخ فرحان السعدي، واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل. تمكن الثوار من فتح ثغرة في الطوق وانسحبوا من المكان. استشهد في المعركة 39 ثائرا بينهم قائد المعركة الشيخ عطية عوض. أما بريطانيا فقتل منها 70 جنديا وجرح العشرات. سجل التاريخ معركة اليامون كإحدى أكبر معارك الثورة الفلسطينية، وأثبتت للبريطان أن تكتيكات الثوار البسيطة قادرة على هزيمتها ولو مؤقتا. الثوار لا يرحلون بل يخلدهم التاريخ.